السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الثالث الإعداد، إن شاء الله في الفيديو ده هنتناول جرامر الوحدة الأخيرة، جرامر يونت 6. هناخد جرامر الدرسين الأول والتاني والدرسين الثالث والرابع، ودول الجرامر اللي في الوحدة 6 كاملة. يلا بينا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أول هنبدأ بالجرامر، الدرسين الاول والتاني بيتكلم ايه عن الجرامر ده، عن الافعال الناقصه في زمن المضارع والمستقبل. يعني ايه افعال ناقصه؟ يعني افعال لازم تيجي وبيجي بعدها الفعل في المصدر. زي ايه؟ تعالوا نشوف ومعنى كل واحده ايه من الافعال الناقصه دي. اول حاجه عندي must، لازم ولابد، معناها كده ضروره، بيجي بعدها الفعل في المصدر. بتيجي امتى بقى؟ قال لي ضرورة، ظروف فيها الزام، بس خدوا بالكم ممكن التحكم فيها، عشان هناخد دلوقتي حاجة تانية برضو لازم نفرق ما بينها وما بينها دلوقتي هقول لكم. يبقى must زائد الفعل في المصدر، يبقى في ضرورة وفي ظروف الزام ولكن اقدر اتحكم فيها. بتيجي كمان ما ادعو حد، اعمل له invitation، دعوة حرة بشدد، ده حرة يعني ايه؟ يعني بشدد عليه فيها، اقول له لازم تيجي لازم تيجي، فبستخدم هنا must، وبستخدمها كمان في النصيحه القويه. تعالوا كده نشوف الامثله. friends must keep secrets، الاصدقاء لازم يحتفظوا بالاسرار، هنا اقدر اتحكم فيها. طيب عندي you must come and، دعوه اهي، you must come and try my delicious food، انا عايزك تيجي، باكد عليك اهو ان انت تيجي عشان تروق الطعام اللذيذ بتاعي. children must wash their hands after playing، الأطفال لازم إن هم يغسلوا إيه؟ أيديهم بعد اللعب. دي فيها إيه؟ نصيحة، ولكن نصيحة مهمة. طبعًا تمنع ميكروبات وبكتيريا وحاجات من دي، فعشان كده هي نصيحة مهمة. طب أنا عايز أشوف شكل must دي في السؤال. أما أجي أسأل في السؤال ببدأ بيها السؤال، بتيجي زي الفعل المساعد بقى هنا. اللي مش عارف فعل مساعد اللي هي بتيجي، يعني مش احنا عندنا اداه استفهام بعدها بنجيب دو او داز او ديد او حاجات من دي ممكن نبدا بها السؤال، بيبقى الاجابه عليه بيس او نو. اللي مش عارف تعالوا نبص هنا، بيقول هنا ايه؟ must زائد فاعل وبعدين الفعل في المصدر. احنا دايما عارفين ان الافعال الناقصه بيجي بعدها الفعل في المصدر. طب لو انا هسال يجي يقول لي الفاعل، لا انا هاجي في النص ما بين الفعل الناقص وما بين ايه؟ الفعل اللي هيجي في المصدر. فالفعل الناقص هنا عندي must، افعال ناقصه كتير، بس هنا دلوقتي بنتكلم عن must، must وبعدين الفعل وبعدين الفعل في المصدر. تعال نشوف المثال. احنا قلنا اي سؤال بيبدا مش باداه استفهام بيبقى معناه بالعربي هل، والاجابه عليه بتبقى لا بيس، نعم او لا او نو. فهنا برضو بيقول لي must we go now، احنا هنا لازم نروح دلوقتي، اجابه yes we must، او اقول no we mustn't. خدوا بالكم نو دايما ااكد ان يجي بعدها هنا معاها ايه في نفس الجمله، not، نو ونوت، ما ننساش ان نو بيبقى معاها ايه، هي ونوت موجودين في جمله واحده. طب تعالوا بقى نشوف has to و have to معناهم ايه. معناهم when you have no choice، خدوا بالكم بقى، انا كان عندي must هنا كان في ضروره بس اقدر اتحكم فيها، لكن انا في has to و have to فيها ضروره بس انا ما عنديش خيار، ما فيش خيار امامي، مش الخيار اللي بناكله، لا ما فيش خيارات اقدر اختار اعمل ده ولا اعمل ده، لا مفيش حاجه، هو ده لازم اللي يتعمل. طب بستخدمها ايه بقى؟ قال لي قواعد لفئه معينه، قوانين، ظروف الزام. هنا students have to wear their uniforms، قواعد مدرسه اهو، التلاميذ لازم ان هم يرتدوا زي المدرسه بتاعهم. my father has to go to work at 7 a.m، انا والدي لازم يروح الشغل الساعه 7 الصبح، دي قوانين عمل، قوانين الزام، ما عندوش اختيار. طيب تعالوا نشوفها في السؤال. قال لي لا ده انا هنا في السؤال هاجي ايه مع has to have to، هجيب ايه؟ هجيب صاحبتي do و does. امتى do؟ خدوا بالكم do does بيجي بعدهم الفعل في المصدر، يبقى انا هنا مش هعرف اجيب has to، امال هعرف هعبر ازاي ان دي جايه مع الفعل المفرد ودي تيجي مع الفعل الجمع؟ وهي دو هتبقى دو وبعدين الفاعل وبعدين هاف تو، وداز هتبقى داز وبعدين الفاعل وبعدين هاف تو، يعني التغيير، يعني الفاعل هيبقى مفرد او جمع حسب دو داز، لكن دو داز دايما بيجي بعدهم الفاعل في المصدر، فهاف تو هتيجي معاهم هما الاثنين. واحده واحده كده علينا يا مستر وفهمينا في ايه.
مش احنا قلنا ان انا عندي هاز تو وهاف تو، دي برضو افعال ناقصه ومعناها ضروره، ومفيش قدامي خيارات، لازم حاجه الزاميه لازم اعملها ضروره. طيب اما اجي هسال قالت لي لا ده انا عايزه مين، صاحبتي وحبيبتي دو داز. طيب بس انا عندي هنا حاجه ان دو داز بيجي بعدهم دايما الفعل في المصدر. طب انا المصدر بتاع هاز تو ايه؟ هاف تو. والمصدر بتاع هاف تو ايه؟ هاف تو. طيب يبقى انا هغير الفاعل هيبقى على حسب ايه؟ دو وداز، لكن هما الاثنين هيجي بعدهم ايه؟ هاف تو. تعال نشوف المثال عشان نفهم اكتر. ساره هنا بتساوي ايه؟ شي، يبقى داز اجيب لها داز، لان داز دي اللي بتيجي مع ايه؟ مع هي وشي وات. يبقى داز ساره هاف تو جيت. هاف تو دي جايه في المصدر عشان داز بيجي بعدها الفعل في المصدر. طب وتو حرف جر بيجي برضو بعد الفعل في المصدر، فهنا جت، هنا جت في المصدر. have to get up early on holidays. no she doesn't. هي مضطرة انها تقوم في الاجازة من بدري؟ لا هي مش مضطرة. طيب ودو بقى هتبقى do we have to get up early on holidays. يبقى انا بغير do does حسب الفاعل، لكن have to بتيجي زي ما هي. طب تعالى بقى نشوف لما يكون بدأ بأداة استفهام هتبقى ايه. هي هي بس هزود أداة الاستفهام. when does she have to come، هي امتى المفروض تيجي. طب هنا what do you have to do، يبقى بغير do does حسب الفاعل، لكن do does الاتنين بيجي بعدهم have to زي بعض. خلاص ده في السؤال بس. طب تعالوا نشوف بقى لما يكون نجيب النفي منها. النفي منها اللي هو معناها عدم الضرورة، مش هاف تو وهاز تو معناها ضرورة وإلزام ومفيش قدامي أي خيارات. طيب أما أجيب بقى عدم الضرورة، عدم الضرورة هجيبها النفي منهم. طب هنفي أحط نوت فين؟ حط نوت برضو زي ما عملنا في السؤال جنب داز ودو، فتبقى doesn't have to زائد الفعل في المصدر ودونت هاف تو زائد الفاعل في المصدر. طيب تعالوا نشوف كده، بيقول لي هنا ان هو لك الحريه بعدم فعل شيء لعدم وجود الزام او لك اختيار اخر. يبقى هنا عدم الضروره، يبقى انا مش ملزم بالشيء ده وفي قدامي خيار اخر هعمله. It is a holiday tomorrow، انها الاجازه غدا. My father doesn't have to get up early، يعني والدي مش مضطر يقوم مبكرا. خلاص مفيش فيه الزام، انا عندي خيار تاني، عشان كده اسمها ايه؟ عدم الضروره. طيب تعالوا كده بقى نشوف لما اكون بنهي او بعمل تحريم او منع، اللي هي ايه؟ اللي هي mustn't. mustn't must not، وبيجي برضو بعد الفعل في المصدر. قال لي هنا بعمل عن اشياء التي يلزم تجنبها، لازم تتجنبي زي حاجات تحريم منع. طب ليه؟ لان فيها ضرر شديد او انها ضد القانون. people mustn't smoke in hospitals، ما ينفعش يدخنوا في المستشفيات. You mustn't cross the street، ما ينفعش تعبر الشارع. When the traffic light is red، لما إشارة المرور تبقى حمراء. طيب احنا ممكن نستخدم mustn't دي مع ايه كمان؟ مع against the law، لما تكون حاجة ضد القانون، لما تكون not allowed غير مسموح ليك تعمل حاجة فبقول لك mustn't، لما يكون في حاجة تحريم او banned اللي هي بحرم حاجة فبستخدم معاها ايه؟ mustn't. طب لما تكون it is forbidden، ممنوعة ومحرمة ان انت تعملها، فبقول it is forbidden، ممنوع تعمل ده. طب تعال نشوف في السؤال mustn't، هنبقى هنا أداة الاستفهام وبعدين mustn't وبعدين الفعل والفعل في المصدر. يبقى what mustn't we do at school، you mustn't bark here، it isn't allowed. يبقى ايه اللي المفروض ما نعملوش في المدرسه؟ قال لك ما ينفعش تركن هنا لانه غير مسموح. احنا اتكلمنا دلوقتي عن الضروره، سواء قدامي خيارات استخدمنا must، طب سواء قداميش اي خيار وفي ضروره بستخدم have to has to. وقلنا عدم الضروره هتبقى doesn't have to و don't have to، الاثنين بستخدمهم، كل واحده بتظهر حسب الفاعل. doesn't have to مع الافعال المفرد هي وشي وات، لكن don't have to بتيجي مع الفاعل الجمع، ومن ضمنهم كمان I و we و they و you. طيب استخدمنا كمان mustn't لما بنعبر عن حاجة فيها نهي أو تحريم أو منع. تعالوا بقى نشوف لما أتكلم عن النصيحة، عايزة أعمل نصيحة، بدي نصيحة بستخدم should زائد الفعل في المصدر، والنفي منها shouldn't لما أكون بنصحه برضو بس بنهيه عن فعل شيء زائد الفعل في المصدر.
قال لي هنا بستخدمها كمان لتقديم الاقتراح. طيب تعال نشوف. You should keep your secrets to yourself. تخلي أسرارك لنفسك. We should visit our grandparents at the weekend. احنا يجب ان احنا نزور جدودنا الجد والجدة يعني في آخر الأسبوع. طيب عندي كمان السؤال، قال لي بجيب أداة استفهام بعدها should أو shouldn't، وبعدين الفاعل بعدين الفاعل في المصدر. What shouldn't you do؟ ايه المفروض انت ما تعملوش؟ Where should we go؟ المفروض احنا نروح فين؟ تعالوا كمان نشوف البوسيبيليتي، الاحتمال. احتمال دايما في مايت، لما يقول لي مايت زائد الفعل في المصدر بيبقى معناها احتمال، زي مايت بي مور اندرستاندينج ذان يو ثينك، ممكن ربما يكونوا اكثر ادراكا وتفهما اكثر من اللي انت تعتقده. تعالوا بقى نتكلم على الافعال الناقصه دي بس في زمن الماضي. طيب انا عندي هنا هستخدم في الضروره، كان عندي ماست في المضارع و have to has to، شكلهم في الماضي هيبقى had to زائد الفاعل في المصدر، ان مصر ملهاش ماضي فهي الماضي بتاعها هيبقى زي have to has to، فهيبقى ايه had to. معناها هنا كان يجب ان، وبتتكلم عن الاشياء اللي كانت ضرورية او اساسية للقيام بها ولكن في زمن الماضي. I had to tell my parents to help me with my problem. يبقى انا طبعا هي اساسا في الطبيعي انا ما بكون بعمل الزام او قانون ما بعملوش في الماضي، ما بقولش ما بجيبش سيرة ماست غير في المضارع، فهنا دايما بناخد الماضي. had to بيبقى هنا I had to tell my parents، يجب ان انا اكون اقول والدي to help me عشان يساعدوني with my problem، في مشكله. طب تعالوا نشوف السؤال، قال لي بستخدم هنا did زي ما عملنا في do does، هنا بقى بستخدم في الماضي، هقول الماضي منهم يبقى did، وبيجي برضو بعدها الفعل في المصدر بعد الفاعل في السؤال، طبعا هيجي بعد الفاعل الفعل في المصدر، يبقى عندي have to هي المصدر فبعدها الفاعل برضو في المصدر. Did you have to get up early yesterday؟ انت كنت مضطر تقوم مبكرا امس؟ قال له yes I did او no I didn't. طب لما احط لها اداه استفهام هتبقى where did you have to go yesterday؟ انت كنت مفروض تروح فين امبارح؟ يبقى did زائد الفاعل وبعدين have to في السؤال. طب لو انا عايزه احط اداه استفهام بحطها قبل did. طب تعالوا نشوف عدم الضروره في الماضي. احنا قلنا عدم الضروره اللي هي كنا بنستخدم فيها مين؟ كنا في المضارع بنقول doesn't have to و don't have to زائد الفعل في المصدر. طيب في الماضي بدل does و do، بدل doesn't have to و don't have to هنستخدم ايه؟ الماضي من does و did و do did، فتبقى didn't have to عدم الضرورة زائد الفعل في المصدر. قال لي هنا لم يكن مضطرا ان، معناها بقى كده ان انا بتكلم عن الماضي، هو ما كانش مضطر لده، بتكلم عن اشياء لم تكن ضروريه او اساسيه للقيام بها في الماضي، حاجه ما كانتش ضروره او مهمه اللي تتعمل في الماضي. I didn't have to do what my friend suggested. انا كنتش مضطر اعمل الا اصدقائي اقترحوا عليا. طيب تعالوا كمان نشوف في السؤال، هيبقى what didn't he have to do last weekend؟ وكان مضطر هو ما كانش، what didn't he، هو ايه اللي ما كانش مضطر يعمله في عطلة نهاية الأسبوع. طيب تعال بقى نشوف القدرة في الماضي، مقدرة على فعل شيء ولكن في الماضي. القدرة في الماضي اللي هي الـ ability in the past، بستخدم هنا was aware able to زائد الفعل في المصدر و could زائد الفعل في المصدر. الاثنين دول كود زائد الفعل في المصدر was were able to زائد الفعل في المصدر، الاثنين معناهم القدرة ولكن في زمن الماضي. طيب يبقى كود بمعنى استطاع أن، لكن was aware able to كان قادرا أن. طيب بتكلم فيهم عن قدرات في الماضي. تعالوا نشوف المثال. I could swim when I was six. أنا كنت بعرف أسبح وأنا عندي 6 سنين. I was able to say sorry to فوزي. انا كنت قادر اعتذر لايه لفوزي، كنت قادر على ده. طيب تعالوا نشوف لما نيجي نسال بقى بدون اداه استفهام، هيبقى كود فاعل، طبعا في السؤال لازم بحط فاعل وبعدين فعل في المصدر. تاني كود يو سويم وين يو وير 6، هل انت كنت تقدر تسبح وانت عندك 6 سنين؟ قال له يس اي كود او نو اي كودنت. طيب تعالوا بقى نشوف برضو لما يكون عندي سؤال بتاع ويز وير، هيبقى واز علي ايبل تو ريد when he was 5، كان قادر يقرا
لما كان عنده 5 سنين برضو يس هي ووز او نو هي ووز. حط بقى أداة استفهام هتبقى وات كود مع كود، احنا بنعملها كل مره مع مين؟ مره مع كود ومره مع ووز وير ايبل تو. طيب هنا هنبقى وات كود يو دو وين يو وير 5، انت كنت تقدر تعمل ايه وانت عندك 5 سنين؟ طب لما مع ووز وير بقى هنقول وات وير يو ايبل تو سي. طبعا ووز مع ضمائر الفاعل المفرد يو شي وات، وير مع ضمائر الفاعل الجمع. What were you able to see at the concert؟ انت كنت تقدر تشوفه في الحفلة. خلصنا القدرة في الماضي، تعالوا نشوف عدم القدرة النفي منها بقى. هتبقى ايه؟ هننفي could تبقى couldn't، وهننفي was تبقى wasn't، where تبقى weren't able to زي ما هي. طيب معناها لم يستطيع او ما كانش عنده القدرة على فعل شيء، دي عن عشان نتكلم عن عدم المقدرة. طب زي ايه؟ زي couldn't understand why I did it، كانوش قادرين يفهموا انا ليه عملت كده. they weren't able to solve the difficult problem، كانوش قادرين يحلوا المشكله الصعبه. طب انا احط لها اداه استفهام هتبقى what couldn't you do when you were young، ايه اللي كنتش قادر تعمله وانت صغير. what wasn't he able to do in the past، ايه اللي كانش قادر يعمله في الماضي. طيب تعالوا بقى نشوف كده، بيقول لي هنا was بقت wasn't، where بقت weren't، الاثنين بيجي معهم able to. قال لي عشان اعبر عن القدره على عمل شيء في الماضي ولكن في موقف معين. انا عايز افرق بينه وبين كود وكودنت، لان الاثنين معناهم القدره وعدم القدره، النفي معناه عدم القدره والاثبات معناه القدره سواء فوز او وير، لكن عندي كود وكودنت برضو معناهم القدره. طب هنا was able to wasn't able to were able to weren't able to able to دي في موقف معين، القدرة او عدم القدرة في موقف معين، اثبات معناه القدرة، عدم الاثبات معناه عدم القدرة اللي هو النفي يعني معناه عدم القدرة. ده في موقف معين سواء القدرة او عدم القدرة، ده في موقف معين. لكن هنا could وcouldn't بعبر عن القدرة على عمل شيء في الماضي ولكن بشكل عام. when I was young I could play chess، I was the only one who was able to do the difficult sum، كنت الوحيد اللي اقدر احل ايه. I was the only one who was able to، كان قادر على do the difficult sum، يعمل العمليات الصعبة حسابية الصعبة بالجمع. كده خلصنا مع بعض جرامر الوحدة الستة، دمتم في امان الله.